تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير في غرة هذا الشهر الكريم، وأهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية التي نرصد لكم من خلالها مستجدات وباء كورونا حول العالم. فالوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء فيروس كورونا تتجاوز حاجز 50,000، فيما رئيس الوزراء الياباني يبدي حماسة لعقار أفيغان في مواجهة كورونا. الأوروبيون فقدوا ثقتهم بالقيادة الأمريكية للعالم بسبب الفيروس. هذه بعض من عناوين في ذاتنا اليوم، ولكن قبل أن نخوض فيها نتوقف عند آخر إحصائيات الوباء عالميا، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع عدد الإصابات حول العالم إلى ما يزيد عن 2,745,000 حالة إصابة. هذه الأرقام الرسمية، والعدد الوفيات وصل إلى 193,000، فيما أعداد من تعافوا وشفيوا من الإصابة في فيروس كورونا هي 760,047 حالة تم شفاؤها. المرتبة الأولى كانت من نصيب أو ما زالت من نصيب الولايات المتحدة، التي أعلنت عن إجراءات جديدة لدعم المستشفيات وتعزيز الفحوصات المسبقة. يذكر أن الولايات المتحدة حتى الآن أجرت ما يقارب 5 ملايين اختبار. عدد الإصابات 880,000، وعدد من تعافوا هم 80,000، وعدد الوفيات في الولايات المتحدة زاد عن 50,000. في المرتبة الثانية تأتي إسبانيا، التي أشارت التقارير إلى أن الفيروس ربما دخل البلاد في منتصف فبراير الماضي. إسبانيا سجلت 219,764 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 22,524، فيما أعداد من تعافوا تجاوزت 92,000. في المرتبة الثالثة تأتي إيطاليا، إيطاليا التي سجلت أعداد قياسية للمتعافين من الفيروس. عدد الإصابات فيها 192,994، تعافى منهم 60,498 شخصا. عدد الوفيات هو 25,969، وهو الرقم الأعلى أوروبيا والمرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. في المرتبة الرابعة تأتي فرنسا، التي قال رئيسها أن عودة التلاميذ إلى المدارس ستكون طوعية. عدد الإصابات في فرنسا 159,495 حالة إصابة، توفي منهم 21,889، أما أعداد من تعافوا فهو 42,752. في المرتبة الخامسة ألمانيا سجلت 153، وهذه ألمانيا شهدت تراجعا طفيفا بعدد الإصابات بعد تسارع وتيرة العدوى لثلاثة أيام على التوالي. إذا 153,000 عدد الإصابات، من تعافى وهو رقم كبير جدا يزيد عن ثلثي الإصابات 106,800 شخص، وأيضا أعداد الوفيات هي رقم قليل نسبيا إذا ما قرناه بالدول الأخرى 5,577. يذكر أن ألمانيا أجرت حتى الآن ما يزيد عن 2,300,000 فحص. نذهب مباشرة إلى شبكة مراسلينا من لندن عمر شاكر، ومن بيروت كلوديا بيحنا، ومن إسلام أباد إسماعيل مطر، من دبي عبد الله الزعبي، وسلوى المرابطي من فدوى الرباط المرابطي فدوى من الرباط، وكريم قندولي من الجزائر. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك في مراسلنا في لندن عمر شاكر، جديد الأرقام والإحصائيات وأيضا الحالة الصحية لرئيس الوزراء، وهل من تسريبات متى سيعاود أداء مهامها الحكومية؟ نعم أحمد، بريطانيا مستمرة في تسجيل ارتفاع مستقر
بأعداد الإصابات والوفيات، لكنه يشهد انخفاض طفيف عن الأيام والأسابيع القليلة جدا الماضية، وهذا يتوقع أن يستمر لأسبوعين. اليوم بريطانيا سجلت حتى هذه اللحظة أكثر من 19,000 حالة وفاة وأكثر من 140,000 حالة إصابة في عموم المملكة المتحدة. وزير النقل الذي يقود المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة للتعامل مع فيروس كورونا ذكر أن بريطانيا لم تتجاوز بعد ذروة هذه الأزمة، وفي سؤال عن متى يمكن أن تخفف قيود الإغلاق العام قال إن هذا بيد البريطانيين، كلما التزموا بقواعد الإغلاق العام الحالية كلما كان موعد رفع القيود أقرب وأسهل. وهذا بهذا الصدد تواجه الحكومة انتقادات وضغوطات للكشف عن ملامح المرحلة المقبلة. متى سيتم تخفيف هذه القيود؟ هذا قد يساعدها عندما يعود رئيس وزراء بوريس جونسون الذي ما زال يتعافى من إصابته بفيروس كورونا، والتخمينات تشير إلى أن عودته مبكرا الأسبوع المقبل إلى رأس الحكومة إلى العمل. صحيفة التلغراف قالت أن الاثنين المقبل سيعود رئيس الوزراء إلى العمل، وهذا قد يساعد. دعني أذهب إلى بيروت وكلودي هناك. كلودي، إذن مع بدأ شهر رمضان المبارك هل هناك من تخفيف للإجراءات الحكومية، وهو ما هو مدى التزام الناس بهذه الإجراءات؟ سيكون هناك تخفيف تدريجي ولكن مدروس جدا لهذه الإجراءات، لأن لبنان يخشى من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا. نعلم أنه تم اليوم تسجيل 8 إصابات جديدة ليرتفع العدد إلى 696، وعدد الوفيات يستقر على 22، فيما بلغت الشفاءات بلغ عددها 140 شفاء. الإصابات الجديدة في مخيم الجليل للفلسطينيين في بعلبك، 5 إصابات من بين هذه الثمانية في المخيم، لذلك يخشى أن تكون هناك أيضا عدوى أصابت آخرين. وأيضا في منطقة رياق في البقاع أيضا كانت هناك إصابات في عائلة واحدة، يخشى أن تتجدد موجة الإصابات بفيروس كورونا بعدما تمكن لبنان من احتواء الوباء. ونعلم أنه بعد يومين أيضا سوف تعود رحلات الوافدين اللبنانيين من الخارج، وهذا الأمر يتحسب له لبنان ولا سيما وزارة الصحة العامة، بحيث لا تكون المرحلة الثانية من عودة المغتربين والمنتشرين إلى لبنان مرحلة تعيد خطر انتشار الوباء في لبنان. إذن عودة تدريجية، كان قد حصل يعني تقليص تدريجي لحظر التجول في ساعات الليل مع قدوم شهر رمضان المبارك، ولكن لا نية لدى الحكومة لإعادة فتح البلاد بشكل سريع، بل إن مجلس الوزراء الذي اجتمع اليوم مدد التعبئة العامة حتى 10 مايو المقبل، وليس من حديث أبدا عن عودة المدارس في هذه المرحلة القريبة. ستكون هناك عودة تدريجية على مراحل في لبنان، ولكن بعد تقييم كل الخطوات الجديدة والعناصر الجديدة بدءا من الإصابات في مخيم الفلسطينيين إلى الإصابات في البقاع اللبناني، وختاما مع عودة الوافدين إلى لبنان. نعم، إسماعيل مطر في إسلام أباد. إذن هذه الصورة كانت في بيروت مع كلودي، كيف تبدو الصورة لديك مع انقضاء اليوم الأول من شهر رمضان؟ نعم، أقيمت صلاة الجمعة في باكستان اليوم، وأيضا الآن تقام صلاة التراويح في المساجد الباكستانية. هناك تشديد أمني حقيقة، وجود الشرطة على كل مسجد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد لمراقبة إجراءات الوقاية التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة وعلماء الدين في باكستان. هناك ارتفاع حقيقة في أعداد المصابين، حيث سجلت باكستان 700 حالة في 24 ساعة الماضية، آخر الإحصائيات هي 11,000 حالة و155 إصابة، من بينهم 2527 حالة تعافت بشكل كامل. عدد الوفيات في مجمل باكستان منذ بدء جائحة كورونا بلغ 237 إصابة منذ بداية الجائحة حتى الآن.
وزارة الصحة الباكستانية أعلنت أنها تعمل على أبحاث مع علماء وخبراء صينيين للوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا، وهو الأمر الذي أشارت إليه وزارة الصحة بأنه ذو أهمية كبيرة ليست فقط لباكستان أو للصين بل للعالم أجمع. نعم عبد الله الزعبي، في دبي هل بدأت في أيضا مسألة تخفيف الإجراءات الإغلاق التام، وما هي كيف كان اليوم الأول من شهر رمضان المبارك؟ نعم بالفعل، يعني نذكر دبي على وجه الخصوص التي كانت تحت البرنامج الوطني للتعقيم ولمدة 24 ساعة في اليوم. الآن بدأت ساعات أو منذ اليوم الأول لرمضان المبارك بدأ تخفيف ساعات هذا البرنامج لتبدأ عند الساعة 10، أي بعد قليل من الآن، ساعات الحظر، وحتى الساعة 6 صباحا كل يوم، وحتى إشعار آخر. هذه أيضا التخفيف من ساعات الحظر تزامن مع السماح للمراكز التجارية بفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن وفق شروط وضوابط صارمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث هذه المراكز يسمح لها فقط باستقبال 30% من السعة الإجمالية لكل مركز، بالإضافة إلى إلزامية تركيب كاميرات تقيس درجات الحرارة وأيضا معدات الوقاية أو لبس الكمامات والقفازات من قبل الجمهور ومن قبل العاملين في هذه المراكز، بالإضافة إلى باقي إمارات الدولة. أيضا ستبدأ ساعات الحظر أيضا بعد قليل في باقي إمارات الدولة من 10 وحتى 6 صباحا. هذه الإجراءات وغيرها تتزامن مع تسجيل الإمارات لإصابات جديدة بعد إجرائها عدد كبير من الفحوصات، بلغ 32,000 فحص ليلة أمس، واليوم نتج عنها تسجيل 525 إصابة جديدة، رفعت العدد الإجمالي إلى 9,281 حالة إصابة لغاية الآن، وأيضا 123 حالة شفاء تم تسجيلها اليوم، رفعت العدد الإجمالي أيضا إلى 2,162، وأيضا 64 إجمالي حالات الوفاة المسجلة في الإمارات. نعم فدوى، الصورة لديك، هناك تجديد للإجراءات الإغلاق، وأيضا ربما هناك حظر للتجوال مسائي سيبدأ من اليوم. هو كذلك يوم غد، هو يوم السبت، هو أول يوم في رمضان المبارك، يعود رمضان لكن بشكل مختلف وغير مألوف بالنسبة للمغاربة. ابتداء من الغد سيدخل قرار حظر التنقل الليلي حيز التنفيذ، وذلك من الساعة 7 مساء إلى حدود 5 صباحا، أما في النهار فستستمر حالة الطوارئ الصحية. هذا القرار سيمنع من خلاله المواطنون والمواطنات من الخروج من بيوتهم أو الذهاب إلى الأماكن العمومية أو التنقل عبر وسائل التنقل العمومية، ولكن سيستثنى منه الأشخاص العاملون في القطاعات الحيوية والأساسية. أيضا سيتم وقف العمل بالرخص الاستثنائية الممنوحة للأشخاص في حالة الطوارئ الصحية بصفة عامة، وهم الأشخاص المضطرون للذهاب إلى العمل من أجل التسوق وأيضا من أجل التبضع. كما قلت، هو رمضان مختلف، لن تكون فيه صلاة التراويح في المساجد استمرارا لقرار المغرب بإغلاق المساجد في إطار حالة الطوارئ الصحية. هذا الإجراء تقول وزارة الداخلية في بلاغها أنه جاء لتعزيز التدابير الاحترازية والسياسة التي نهجها المغرب منذ بدء انتشار الفيروس في أراضيه من أجل الحد من انتشاره، خاصة وأننا نعرف أن الأجواء ما بعد الإفطار في المغرب وفي غيرها من الدول العربية تختلف كثيرا عن الأجواء في ساعات النهار. قد يبدو المشهد منذ الساعة 6 في الأيام العادية تخف الحركة ولا يكثر التنقل، لكن في رمضان يكون الوضع مختلفا. هذا ما تسعى إليه السلطات العمومية لحث المواطنين على عدم التجمع والسهرات الرمضانية والزيارات الرمضانية. كريم، يعني الجزائر لهناك خصوصية، هناك بعض المحافظات
فيها عدد كبير وانتشار وتفشي للفيروس كورونا كالبوليدة. ما هي الإجراءات الجديدة للسلطات الجزائرية؟ هل هناك تخفيف لهذه الإجراءات في شهر رمضان المبارك أم يبقى الحال كما هو عليه؟ نعم، عنها قبل تقريبا نصف ساعة من الآن تم تسجيل 120 إصابة بفيروس مصابين إلى إذن يبدو أن الصوت لا يصلنا بشكل جيد من عندك كريم قندولي. الشكر لك ولجميع الزملاء، كل باسمه، شكرا لكم جميعا زملائي مراسلي قناة الغد. والآن فاصل قصير ثم نتابع هذه النافذة، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. أبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي حماسا كبيرا لعقار جديد تم إنتاجه في اليابان يدعى الأفيغان. هذا العقار تقول اليابان إنه أعطى نتائج إيجابية كبيرة وبعد استخدامه على أكثر من 120 مريضا في اليابان. لمزيد من التفصيل حول عقار أفيغان وكل هذه العلاجات التي يتم الأحاديث عنها ينضم إلينا من أسكس في لندن الدكتور ضياء كامل المتخصص في علم الباثولوجي. أهلا بك دكتور ضياء. إذن اليابان تتحدث الآن عن عقار أفيغان، أنتم هنا في بريطانيا تحدثتم عن عقار ريمسيديفير وأيضا تم الحديث عنه في شيكاغو في مستشفى في شيكاغو، ولكن يبدو أن النتائج غير مبشرة. تم الحديث في البداية عن الهيدروكسيكلوروكين مع الأزينثرومايسين، والآن بعض الدول وبعض القطاعات الصحية تحذر من هذا الدواء. هل نحن أمام حالة من التخبط في مسألة العلاج؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى وشكرا للاستضافة ولكل المشاهدين. أولا طبعا نعلم جميعا أن الجائحة صعبة جدا وتؤثر على جميع دول العالم، ولهذا نجد في فترة وجيزة جدا وهي 3-4 أشهر عدة أدوية تطرح فعلا لعلاج المرض المفجع. طبعا في عدة، كل دواء له وسيلة معينة كيف يؤثر على الفيروس، ولهذا تعددت الأدوية، ولكن ليس هناك العلاج الفعال حتى الآن للأسف. نرجع لسؤالك، طبعا هي طبعا محاولات لاحتواء الأزمة، وكل دولة تفعل ما تشاء، والفاجعة أثرت على دول كبرى كما قلت، ولهذا كل دولة تحتوي. لماذا الاختلاف بين الدول في العقارات التي يعتقد بأنها قد تخفف من أعراض هذا المرض أو تكون شافية خاصة في المراحل المتوسطة والمراحل المتأخرة من المرض، أم ربما كل عقار من هذه العقارات ربما يختص بمرحلة محددة؟ يعني مثلا عقار أفيغان يمكن أخذه في المراحل النهائية، عقار هيدروكسيكلوروكين يمكن في المرحلة المتوسطة، وهكذا بالنسبة للعقارات الأخرى. نعم، هذا ما ممكن تبينه التجارب السريرية، ولكن المعلوم حتى الآن كل عقار من هذه العقارات طريقة عمله للجسم وتأثيره على الفيروس مختلف. أعتقد أن مثلا في الهيدروكسيكلوروكين كانوا يعتقدون أنه هو يؤثر على دخول الفيروس إلى الخلايا نفسها عن طريق أنه هو بيأثر على المستقبلات اللي هي في الخلايا. الأفيغان والراميتسيفير بيأثروا على تكاثر الفيروس، الفيروس يخش الخلية ويتكاثر ويبدأ. أما طبعا في التجارب السريرية أثبتت أن الراميتسيفير مؤثر اكثر من الافيغان، والافيغان يؤخذ، بس الميزه في افيغان ان هو يؤخذ عن طريق الفم ويؤخذ بكميات كبيره، ممكن يؤثر في الحالات اللي هي لو اتخذ بعد البدايه. ريمدسيفير بيؤثر اكثر في البدايه.
وهيدروكسيلوركين ممكن يأثر في البداية أكثر وعلاج منه وريدي يحقن في الدم مباشرة وليس منه حبوب حتى الآن لم تم تصنيعها. ريمدسيفير علاج وريدي فعلا يحقن في الدم مباشرة، وبس أنا أريد الإشارة أن أفيجان مرض هو دواء كان استعمل سنة 2014 في علاج الإنفلونزا وهو مصرح به عالميا، أما الريمدسيفير ليس بعد مصرح به عالميا، والهيدروكسيكلوروكين طبعا مصرح به عالميا لأنه استعمل ضد الملاريا من قبل. نعم دكتور، يعني ضياء الآن ربما ولهذا ينبغي علينا التجارب الأكثر. نعم هناك انحسار كبير للمرض كما تقول الإحصاءات، خاصة في إيطاليا، في إسبانيا، في فرنسا، في معظم البلدان الأوروبية، ربما بريطانيا إلى درجة ما. هناك يتحدثون أن هذه الأرقام هي فعلا أفضل من الأرقام خلال الأسابيع الماضية. الآن كل الحديث يتجه إلى التحذير من موجة ثانية ربما تكون أقسى ويعني أعمق من هذه الأزمة التي نشهدها حاليا. هل فعلا يعني هذه التحذيرات في مكانها؟ نعم، أعتقد من وجهة نظري أن الموجة الأولى اللي احنا بنشهدها الآن في بريطانيا على سبيل المثال هي الأكثر عنفا، يعني لو فاجأنا بموجة أخرى وهيكون بعد كم شهر أو بعد الصيف هيكون أقل تأثيرا، وإن شاء الله نأمل في أن طبعا الاحتواء المرض يكون وجود الفاكسين أو اللقاح هو أهم شيء من العلاجات دي كلها. ولكن هل هذا ممكن خلال أشهر قليلة؟ يعني نحن نتحدث عن شهر أكتوبر وسبتمبر وأكتوبر أو نوفمبر المقبلين، يعني بعد 3 أو 4 أشهر من الآن ربما لا يكون اللقاح متاحا ضمن هذه الفترة. نعم لا نعلم، ولكن الآن اللقاح في لقاحين مهمين جدا، واحد في أكسفورد واحد في أمريكا في بيتسبرغ، واللقاحين فعلا أثبتوا في التجارب الأولية تأثير فعال ومهم جدا. ممكن بعد 6 أشهر، طبعا ده لو كنا متفائلين جدا، كلام حضرتك مظبوط، بعد 6 أشهر، بس أعتقد أن المرض يرجع تاني هو تأثير الأمثل للمرض الآن في البداية، لأن الفيروس لما يأثر على كمية كبيرة من المجتمع يتخفف بنفسه وتأثيره بيكون أقل عدوانية للجسم نفسه، فهو التأثير الأقوى هو الآن. ممكن لا أستبعد أنه يرجع مرة أخرى، ولكن نأمل أن يكون هناك لقاح أو الأدوية نكون عارفينها أكثر، مثل الريمدسيفير أو الأفيجان ممكن لها تأثير أكثر. نعم هذا ما نأمله أيضا. معك دكتور ضياء كامل، أخصائي الأمراض الباثولوجي والتشريح المرضي، كنت معنا من أسكس في جنوب شرق إنجلترا، شكرا جزيلا لك. إذن نقرأ في صحيفة الغارديان البريطانية كورونا والأقليات مرة أخرى. تقول الصحيفة إنه ما يزال تضرر الأقليات من وباء كورونا بقدر أكبر من غيرهم قضية شاغلة في بريطانيا، وتشير التقارير المتعددة إلى أن بريطانيا عدد ضحايا أبناء الأقليات في وباء كورونا أكثر من غيرهم، غير أن الصحيفة تقول إنه لا توجد معلومات تساعد على فهم سبب ذلك. كتبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحقيقا من مراسلتها في برلين تناول كيف يرى الأوروبيون تأثير أزمة فيروس كورونا على صورة الولايات المتحدة وقيادتها للعالم. تقول الصحيفة في الولايات المتحدة كشف الوباء عن نقطتي ضعف كبيرتين في نظر العديد من الأوروبيين، ضعفتا بعضهما البعض: القيادة غير المنتظمة للرئيس ترامب الذي لديه خبرة قليلة وكثيرا ما رفض اتباع نصيحة مستشاريه العلميين، وأيضا غياب نظام قوي للرعاية الصحية العامة وشبكة أمان اجتماعي.
فيروس كورونا يقدم فرصة لكوكب الأرض لالتقاط أنفاسه قليلا بعيدا عن التخريب البشري إنجاز التعبير. بعض الكائنات الحية تستفيد من هذه الفرصة، ولكن تلك التي تعيش في المحميات وحدائق الحيوان تعاني من تداعيات كورونا. مدن مغلقة هواؤها نقي، وساحات مهجورة تعلوها سماء صافية، كل هذا من فعل فيروس كورونا الذي جاء ليحبس البشر في منازلهم ويطلقوا سراح الحيوانات البرية لتتنقل بحرية تامة في الشوارع والحارات. من قطيع ماعز جبلي يجوب أحياء القرى في مقاطعة ويلز إلى الغزلان البرية التي تتنزه في شوارع اليابان الخالية من السيارات أو المارة. لم تحظى كل الحيوانات بفرصة التمتع بالأماكن التي خلتنا البشر بسبب إجراءات العزل الصحي. ثمة مجموعات منها بقيت سجينة حدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية بمفردها، لا تستطيع مغادرة الأسوار ولا تنتظر زوارا ولا حتى تتلقى الاهتمام الكافي الذي اعتادوا عليه من القائمين على رعايتها. المشكلة في أحد جوانبها أن عائدات تلك الحدائق والمحميات من الزوار نضبت تماما، فباتت تعاني من ضغوط مالية تحد من قدرتها على الاستمرار في رعاية سكانها من طيور وحيوانات. من بين هذه المحميات محمية هولكم الوطنية الطبيعية في مقاطعة نورفولك في شرق إنجلترا، التي كانت تستقبل أكثر من 1,000,000 زائر سنويا لمشاهدة حيوانات مهددة بالانقراض كالسناجب الحمراء. تحتاج بعض الأصناف إلى تدخل متخصص لرعايتها مثل السناجب الحمراء وفئران الماء، فهي على حافة الانقراض، وعلينا التدخل لإبقائها هنا والحفاظ على تكاثرها. إن توقفنا عن فعل ذلك يمكن أن نخاطر بانقراضها. الخبراء يقولون إن تأثير الإغلاق ليس إيجابيا بالكامل على البيئة، فهناك نحو 1,000,000 نوع من الحيوانات والنباتات بات مهددا بالانقراض بسبب عدم القدرة على توفير الخدمات الصحية اللازمة لها. هو ناقوس خطر جديد يذوقه الوباء، وفحواه باختصار أن تداعيات كورونا ربما لن يسلم منها كائن على سطح الأرض. ختام النافذة لهذا اليوم، ألقاكم بخير.